أكثر من 10 سنين من الحرب يعني والدمار كانت عم بتلاحق كل القطاعات وعم بتلاحق الدراما السورية. طبعاً رغم كل هالظروف الصعبة قدرت الدراما السورية تعطي كتير أعمال درامية وتكون موجودة من خلال إنتاجاتها الفنية. أكيد فاطمة، لهيك كمان نظمت وزارة الإعلام السورية بالتعاون مع لجنة صناعة السينما والتلفزيون ورشة عمل تحت عنوان الدراما السورية صناعة فكر ومسؤولية، وتم التطرق فيها لعدة مواضيع وتسليط الضوء على أبرز المحطات والمراحل يلي عانت فيها خلال الحرب، وبالإضافة إلى الاستراتيجيات المناسبة للنهوض فيها. أكيد اليوم كل هاي التفاصيل تفاصيل الورشة مع الأستاذ علي عنيز رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون، صار معنا ضمن استوديو دامسكو. يعطيك العافية أستاذ علي. يسعد أوقاتكم، يعطيكم ألف عافية، ويسعد أوقات المشاهدين الكرام. أوقاتك يا رب. اهلا وسهلا فيك استاذ علي. يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمه انه هالحرب طالت كل القطاعات ومنها القطاع الدرامي. خلينا نحكي لوين وصلت الدراما السوريه اليوم. لا خليني اقول نحن بفتره يعني ما قبل الموسم الرمضاني الماضي نحن كنا في حاله ركود، وكان الدراما السوريه هي في حاله تراجع وتراجع وتراجع. لوقت بلشت تنتعش بالموسم الرمضاني الماضي، والكل لاحظ يمكن نحن عندنا كان حوالي 24 مسلسل السنة الماضية بفترة معينة. طبعا ما قبل الحرب كنا نعمل بسنة واحدة 60 عمل تقريبا. تأخرنا وصلنا لمطرح نعمل 9 أعمال بسنوات الحرب. وعم تحكي عن دراما عريقة اللي هي الدراما السورية ومنافسة على مستوى الوطن العربي. فأكيد بحزب الخاطر هذا الكلام، وبتصير أنت بدك تعمل أي كل ما بيوسعك لحتى ترجع تثبت وجودك. صحيح. والحقيقة تكاتفت يعني تضافرت الجهود وتكاتفنا مع بعض لنعمل منتجات كانت على بتخيل كانت على قدر من التطلعات وعلى قدر من الأهمية بالموسم الرمضاني الماضي، وهذا حكم الجمهور يعني طبعا. أكيد. اليوم انت وقت تعمل مثلا 23 او 24 عمل ويكون في منهم 8 اعمال او 7 اعمال مهمين ويتركوا اثر عند الجمهور، فهذا أكيد. الكلام يعني مهم، وأثروا على الدراما العربية المشتركة إذا لاحظنا، يلي هي ظهرت بطريقة أو بأخرى كموضة أو تسلقت على أكتاف الدراما السورية، نسمي الأمور بمسمياتها إذا بدنا أكثر. تسلقت على أكتاف الدراما السورية وأثبتت وجودها بفترة معينة، وكانوا يفترضون أنه انتهت شيء اسمه الدراما السورية، وافترضوها أنه هي فورة كانت من التسعينات لغاية 2010 يعني مسلسلات البان عرب اللي فيها. لا نحن افترضوا هن انه نحن انتهينا ممكن وخلص الدراما العربيه المشتركه اثبتت وجودها واخذت خط لها. لا اثبتت الحاله انه لسه العالم بتحب الدراما السوريه البيور، الدراما العائله البيور، وما لا يمكن انك تستغني عنها كطبق رئيسي في رمضان. تمام. نروح لتفاصيل الورشه اللي اليوم اقامت من خلال وزاره الاعلام بالتعاون مع لجنه صناعه السينما والتلفزيون. شو المدخلات كان موجود فيها؟ شو المخرجات؟ الحقيقه نحن بالموسم الرمضاني الماضي طبعا بالتعاون مع الوزاره زللنا كثير من العقبات وسهلنا كثير على المنتجين السوريين وحاولنا نجذب عدد من رؤوس الاموال. الفكره اليوم انت بدك تشرعن هذا الكلام، اما انت عم تشتغل بحاله يعني بدون وجود استراتيجيه معينه في مشكله. فنحن كان الهدف من الورشه الاول والاخير رسم استراتيجيه لواقع الدراما السوريه. 2 لقاء ما بين المنتجين والجهات المعنية. تماما. وبكل تأكيد مشكورة جميع الوزارات التي تفاعلت وتعاطت، وعلى رأسهم السيد رئيس مجلس الوزراء الذي حضر لأكثر من 2.5 ساعة وكان في نقاش مفتوح مع السادة المنتجين وصناع الفن في سوريا. فهذا كلام مشجع، دليل بأن الدولة عينة على هذا القطاع، القطاع غير منسي، بالعكس كل الدعم له والتوجيه بالدعم من السيد الرئيس بكل تأكيد لهذا القطاع. بدنا نسألك هون الأستاذ علي، أنه قلت أنه كان في أهمية من الدولة لهذا القطاع وصار في دعوة لكل الفنانين أنه يرجعوا، هاي الدعوة إجت عشو بدل؟ هلأ بكل بساطة يعني مرسوم السيد الرئيس فيما يخص العفو العام بكل تأكيد شمل كل يعني شمل من حمل السلاح بمطرح معين. فاليوم من له كان رأي سياسي من له فأكيد مرحب فيه، وهذا كان يعني على لسان السيد رئيس الحكومة. صحيح. إنه البلد للجميع وتتسع الجميع، والصدر يعني رحب لاستقبال جميع الأطياف.
فنحن نتمنى أن يعني الطرف الآخر يأخذ هذه الدعوة بمحمل الجد ونعود للأم هذه الجراح التي يعني كانت في ظهر الوطن، ولنرجع نقول إنه لا، نحن بنقدر نعافي حالنا بدون وجود أي أحد من خارج هذه الدائرة. يعني اليوم الدراما السورية تحديدا لشو بتحتاج من مواد أولية، موارد بشرية، سوق للتصريف؟ هلا بكل بساطة يعني خلينا نكون منصفين، نحن بضاعة بلا سوق. نحن اليوم ما عندنا سوق محلي، ما عندنا اكتفاء ذاتي، نحن مرهونين بطريقة أو بأخرى لسوق الخليج في التسويق الدرامي. يعني نحن اليوم بيجي المنتج يصنع المنتج بيروح باتجاه أنه يسوقه، فهو أول هدف بالنسبة له هو سوق الخليج. نتيجة عدم وجود سوق محلية تسبب له الاكتفاء الذاتي وتعيد له رأس المال. مقارنة بدولة بمصر، مصر اليوم لديها من الاكتفاء الذاتي ما يكفي للمنتج بأن يصنع عدد من الأعمال في موسم درامي واحد ويحقق منجزاته وأرباحه من هذا الموسم. تمام. فبالتالي نحن عندنا هي أول مشكلة. خليني أقول تكلم بعض المشاركين بالورشة على موضوع الرقابة التلفزيونية والحدة في الرقابة التلفزيونية، وأخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار وسيحل بالقريب العاجل يعني، وسيكون من ضمن التوصيات التي ستخرج عن الورشة. يعني نحن بعد يعني ساعات قليلة هناك اجتماع في وزارة الإعلام لإعلان التوصيات النهائية التي خرجت عنها الورشة. فبالتالي أنه اليوم ما فيني أقول أنه أنا ما عندي عثرات، نحن عندنا عثرات وعندنا إشكاليات كبيرة، ولكن اذا بدنا نترك مثل ما بيقولوا الحبل على الجرار مشكله، ما بنقدر نوصل لصيغه. واذا بدنا نكون سلبيين بالتعاطي، يعني في مطارح معينه كانت الدعوات موجهه لعدد كبير من الاشخاص، شارك عدد ونحترمه ونكون له كل الاحترام على مشاركته ومناقشاته وما قالت اليه، وبذات الوقت يعني نعتب على الذين وجهت لهم دعوات ولم يحضروا، لانه التعاطي بسلبيه لا يمكن ان يصنع فرق ولا يمكن ان يضع اثر، ما بيوصل النتيجة تماما. فبتمنى في قادمات الايام ان ناخذ الامور على محمل من الجد اكثر ونكون حاضرين ونتفاعل لنصل الى نتائج مهمه. تمام استاذ علي، يعني وجهت دعوات لكثير من الفنانين مخرجين وكتاب وكل كل من يهمه الامر، طلعت في مطالب غير الرقابه، شو كان في اشكاليات؟ الحقيقه في عدد من المراسيم الصادره عن السيد رئيس الجمهوريه هناك بعض الجهات في الدوله لا تلتزم في التنفيذ 100%، وهذا ما اثاره عدد من المنتجين السوريين. على سبيل المثال الرسوم التي تدفع للتصوير في الاماكن العامه، يعني انا دخلت قلعه دمشق اليوم فانا بدي ادفع رسم باهظ الثمن، وهذا الكلام مخالف لمرسوم صادر عن السيد الرئيس. نحن معفيين من هذه الرسوم بحكم المرسوم 33 الذي صدر عن السيد الرئيس الذي أعفى شركات الإنتاج من الدفع للأماكن العامة. فواحدة من هي المقترحات اللي كانت أنه لابد من هذا الكلام، وأخذ في عين الاعتبار ووعد السيد رئيس الحكومة فورا سيعمم هذا الكلام. موضوع المالية والضرائب المالية كمان في إعفاء صادر عن السيد الرئيس لابد من تفعيله وإعادة العمل فيه. عدد المالية لأي جهة يعني؟ وزارة المالية هناك ضرائب دخل تماما، شملت صادرات الدراما السورية كونها صناعة شملت بمرسوم رقم 33 للإعفاء كمان، وأعفيت صادرات الدراما أسوة بالصناعات الأخرى. فبالتالي نعاني مع مراقبي الدخل في المالية بشكل عام على يريدوا أن يستوفوا قطع يعني مبالغهم ويقتطعوا، فبالتالي هن يعني دون وجه حق هذا الكلام. فأكيد كمان كان بعين الاعتبار، والسيد وزير المالية بحضوره بالورشة أبدأ استعداده فورا للتوجيه بهذا الكلام لإنهاء هذا الملف. المنتج السوري يحتاج إلى بيئة حاضنة، يحتاج إلى ارتياح أكثر، وهذا الكلام بيحقق جذب لرؤوس الأموال. يعني نحن عندنا اليوم بالموسم الحالي الذي يحضر الآن عندنا عدد من المستثمرين العرب اللي تقدموا بطلبات لتنفيذ أعمالهم بسوريا. سوريا رغم كل الحرب و اليوم هي استوديو كبير فيها من الطبيعة ما يكفي، وبذات الوقت أيدي عاملة مانا غالية مقارنة بدول الجوار،
وتكاليف الانتاج مالها عاليه، وعم بيكون في تسهيلات بالنسبه لهم ليستثمروا هون. هلا هلا انت اليوم على طول يعني نحن على طول الطمع كبير انه نريد المزيد من التسهيلات، نريد المزيد من التسهيلات، لعل وعسى نصل لصيغه يعني اليوم نعيد ألق هذه الدراما التي هي بنيت يعني على اكتاف عدد من الرواد والمؤسسين. اكيد، واليوم بسبب انحسار الدراما السوريه تحديدا شفنا ظهور ملامح لدراما جديده مختلفه، هي الدراما المشتركه بين اللبنانيين والسوريين، يمكن بسبب سهوله التنقل بين لبنان وسوريا، التقارب الجغرافي بين البلدين. عم نشوف اليوم انتاج مسلسلات اعتمدت على مخرجين، كاتبين وممثلين سوريين، فينا نقول مطعمه باللبنانيين. هل برأيك هذا الشيء حرب أخرى، حرب تانية رح نشوفها ولا لا؟ ما فيني سمي إلا الأمور بمسمياتها يعني، وأنا ما بدأت في حديثي عن موضوع الدراما العربية المشتركة. الدراما العربية المشتركة هي جزء من المؤامرة كانت على هذا القطاع، أسوة بالمؤامرات التي أحيكت للوطن ككل. اليوم بسحب شو القطاعات الفعالة بالبلد اليوم؟ قطاع التعليم نضربه بمكان معين، قطاع الفن بنقدر نسحب منه رواده والمبدعين فيه، وهذا اللي صار. تفريغ الحالة من مضمونة اليوم، وقت أنا هيئ بيئة أخرى لفنان أو مبدع الفن يحتاج إلى حالة من الأمان تماما، وهذا ما جرى بالحرب يعني. فاضطر عدد من المبدعين والمفكرين أنه يطلعوا خارج البلد للاستقرار تماما. فخلقت حالة الدراما العربية المشتركة اللي هي فورة لفترة معينة، ودليل على ذلك أعيد وأكرر الموسم الدرامي الماضي مع احترامي لم يتابع عمل من الدراما العربية المشتركة، وهذا الريتش يعني هذا ريتش على مواقع التواصل الاجتماعي، بنقدر بنفوت وبنشوف التصويت لوين كان الأهم وين كان الأقل وين. الجمهور منصف بالنهاية، ولكن بده وقت يكون ما في دراما سورية فهو يبحث عن البديل. صحيح. فبكل تأكيد كانت هي لفترة معينة، وأتمنى من منتجينا أن يكونوا على قدر من المسؤولية، لأنه اليوم الدراما السورية هي بلد، هي صنعة، فنحترم هذه الصنعة ونقدم ما يليق بذائقة الجمهور. تمام، يعني أستاذ علي عم تقلنا أنه صنعة الدراما السورية لترجع لألقها، رسالة بتوجهها لكل المعنيين بصناعة الدراما السورية وللفنانين والمنتجين والمخرجين بشكل عام. يعني أنا أول شيء ما بعرف يعني إذا طلعت هيك على جزء من الورشة والتقارير التي يعني أشعلت السوشيال ميديا من آراء الفنانين الماضي. يمكن تم آراء الفنانين والمنتجين حقيقة كان لهم مداخلات تحترم. اليوم الوجع كبير. اليوم هذه الصناعة يعني هي صناعة ثقيلة كما وصفها السيد الرئيس، ثقيلة بالفكر، ثقيلة بالمحتوى الذي يقدم. فنحن بكل بساطة اليوم نحترم هذه الصنعة ونقدم لها ما يليق بها، والجمهور هو متعطش لرؤية أو للحنين لدراما ماضية كان ربينا عليها وكبرنا عليها. فإنه نرجع نعيد ألق هاي الدراما، نرجع نعيد أمجاد هاي الدراما. والحقيقة ما حدا نتكلم إلا من وجعه ومن حبه لهي الدراما. يعني بكل تأكيد اليوم من تحمل عناء السفر بعض الفنانين والمنتجين، الوعي بكير وانه ينزل على الورشه وفي وليومين متتاليين، فاكيد تحترم هذه الحاله. وبنقول له ان شاء الله حنكون قد هي المسؤوليه اللي حملتونا اياها، اللي لها علاقه بمطالبكم، اللي لها علاقه بتوصيات ستخرج عن هذه الورشه. نتمنى ان تصحح المسار والمسيره. شكرا كثير لك استاذ علي، ان شاء الله يا رب الدراما السوريه بترجع بتتالق، غير انها هي اكيد متالقه. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لقناة العالم سوريا بكل تأكيد يعني لإضاءتها على ملفات الدراما اليوم اللي هي ثقافة مجتمع، خلينا نقول بطريقة أو بأخرى. وبنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وأكيد للدراما هيك مزيد من التألق والنجاح. شكرا جزيلا، شرفتنا أستاذ علي. شكرا.